السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على امتى غتوصلوا بالاستدعاء ديال المخزن 2021 وكيفاش غتوصلوا بها. فالاستدعاء غتوصلوا بها غالبا بعد 8 مارس الى تقبلتي. وكيفاش غتوصل بالاستدعاء؟ كاينه جوج طرق. الطريقه الاولى وهي الطريقه المعروفه، فغالبا كتوصل بها في العنوان فاش ساكن، اي العنوان اللي دخلتيه في الاستماره. والطريقه الثانيه وهي طريقه سهله وبسيطه جدا ومضمونه، فكتستخرجها من الموقع فاش دخلتي الاستماره. الموقع فاش عمرنا الاستماره كندخلو الجيميل تاعنا والمود باس باش تسجلنا. وكنضغطو على سيدونتيفي وكنضغطو عاوتاني على مون كونت او حسابي. كنهبطو لتحت وكنلقاو الكونكور اللي دفعنا ليه. كنمشيو للقنت وهنا الى ترفض الطلب ديالك راه كتلقى مرفوض، الى تقبل كتلقى مقبول، وكتلقى حدا هاد 3 شراطي. تضغط على تيليشارجي لا كونفوكاسيون وكتمشي عند شي مول سيبير او عند شي مول مكتبه وكتحمل الاستدعاء ديالك. وبهذا الشيء سال الفيديو. فيديو قادم ان شاء الله غادي ندوي لكم على اللوازم اللي خاصك تدي نهار المباراه، وايضا فيديو اخر غادي نتطرق لاختبار الشفوي والكتابي كيفاش كيدوز. فما تنساش تفعل زر الجرس باش توصل بأي جديد إن شاء الله.